ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة. مرحبا بك باسل، ما المعلومات لديك حول ما حدث اليوم في حلب من قصف وضحايا؟ نعم، مرحبا بك. أصلا طبعا أصلا السيناريو ذاته يتكرر في مدينة حلب، نعم قصف متواصل من الطيران الروسي والسوري. طبعا هذا الطيران غير أجواء مدينة حلب ولا حتى الريف. البارحة وقبل الإفطار بساعة تقريبا استهدف الطيران الحربي حي طريق الباب. طبعا الطيران الروسي استهدف حي طريق الباب بغارة عن عدد من المصابين. انهرع نعم المصابين حتى عاود الطيران استهدافه لذات المكان، مما ادى لوقوع 27 شهيدا كما وثقت الطبابه الشرعيه في مدينه حلب، وايضا اكثر من 70 جريحا جلهم من النساء والاطفال. طبعا اصلا هذا الاستهداف وسط سوق شعبي في حي طريق الباب. معظم او كل الذين استشهدوا مدنيين، وايضا الجرحى مدنيين. البارحه زرنا عدد من المشافي، معظم الذين نقلوا الى المشافي طبعا هم حالتهم اصابتهم خطره. ايضا اليوم تابع الطيران اجرامه فاستهدف عدد من احياء مدينه حلب كحي السكري وحي الكلاسه وايضا حي صلاح الدين الذي استشهد فيه 3 مدنيين، امرأتان وطفل، ولا تزال فرق الدفاع المدني تحاول انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. طيب، هل انعكست شدة القصف على استعدادات الأهالي في حلب لاستقبال عيد الفطر السعيد؟ طبعا أصلا هذا القصف المكثف على الأسواق بالذات، طبعا أسواق مدينة حلب أصبحت مكتظة نوعا ما بسبب قدوم العيد. البارحة استهدف الأسواق وأيضا استهدف سوق الفردوس بالرشاشات الثقيلة البارحة مساء، مما انعكس سلبا على الأهالي، لم يعد يستطيعوا أو النزول إلى الأسواق وأيضا لشراء حاجياتهم وحاجيات العيد. طبعا حالة خوف ورعب وهلع بين صفوف المدنيين أصلا لا تكاد توصف. هنا أحياء مدينة حلب تتعرض لقصف شديد، وأيضا كما قلت لك أصلا المناطق الحيوية والتي تكتظ بالسكان يستهدفها الطيران لمنع أي وجود للحياة في المناطق نعم الخارج عن سيطرة. نعم من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة، شكرا جزيلا لك.